تفضل. ثواني بس. استاذ في عميل مصر بده مدير الفرع. خليه تفضل. تمام. تفضل بالانتظار. السلام عليكم. مشكلة. عليكم السلام. كيف حالك؟ تمام بحكي معك. اقول لك بدك اياه والله يا حبيبي انا بدي اودع عندكم 100,000 دينار. حياك الله. 100,000 دينار حياك الله. محمد. استاذ شو قهوتك استاذ؟ والله انا بحب وصل يا محمد مزوج وحكي وسط ومعامله بسرعه للاستاذ جوده عندنا 100,000 دينار. تمام تمام بس بسرعه سريع اني مستعجل استاذ. الاستاذ الله يبارك فيك بسرعه عملت الجازه حبيبي بس تسلم لي الفلوس عشان نوقع. ولا يهمك الله يسلمك. هم 100,000 دينار هذول ايش صديقي؟ هذا مبلغ 50 دينار. نعم ان شاء الله كل اخر شهر بجيب لك مثلهم. يعني انا حاب استثمر فلوسي عندكم. تستثمرهم من 50 ل 100,000 دينار. نعم. انت صاحي؟ ايش في؟ محمد. نعم سر. جيب الشباب شيلوا لي المريض هذا تتعالج نفسي. لا يا حبيبي كيف؟ انا وجه يمين اصطبحت اليوم. انا ما حكيت شماله وجه يمين اصطبحت اليوم. ايش في؟ تفضل معنا. ديوتا برا. تفضل برا.